ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم من باب عطف العام على الخاص، فتطفيف الكيل من البخس، تطفيف الميزان من البخس، لكن بخس الناس أشياء أعم من ذلك كله. فمثلا جاءك شخص يسألك عن فتاة، ما رأيك في الفتاة الفلانية؟ فإني أريد الزواج بها. وأنت تعرف أن الفتاة حسناء وعلى خلق كريم وعلى دين، ولكن لأحن بينك وبين أهلها أو بينك وبينها كنت تريد الزواج بها فرفضتك مثلا، تبدأ في الطعن فيها. قل لا، اتركها بها وبها، ولا تعطيها حقها المناسب لها، فبخست هذه المرأة حقها. أمامك طلبة تختبرهم، واحد موفق سئلت عنه فأنقصته حق، بخسته الحق أيضا. وهكذا ليس الكيل والميزان فحسب، المساحات والأقيسة فيها البخس أيضا. مثلا متر تبيعه 90 سنتي، بخست الناس أشياء. خطبة بليغة موفقة، قلت لا هذه الخطبة رديئة، بخست الخطيب حق. شخص أتاك يسمع القرآن، أسمع إسماعا جيدا، بخسته حق. دكتور في الجامعة، وهذا مرض منتشر في وسط أساتذة الجامعات، يدخل شاب أبوه فلاح في الاختبار الشفوي، الولد متفوق، لكن ثم ولد آخر ابن دكتور زميل يريدون تعيينهم معهم في الجامعة، وهو بليد فظ مثل أبيه الغشاش، فيبخسون الناس ابن الفقير حقه من أجل أن يترقى ابن الغني الغشاش. فصور بخس الناس أشياءهم متعددة، فقوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم عطف للعام على الخاص، الخاص أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أي للكيل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم عام دخل فيه الكيل والوزن والقياس وكل ما من شأنه أن يعطى مستوفا، حتى إنه أيضا يدخل في ذلك شخص استأجرك لعمل 5 ساعات 10 ساعات، اختلست من الوقت وقتا واستغللته لصالحك الشخصي، بخسته حق. قد يقع في أوساط طلبة العلم مثل هذا، اشتغل أحدهم في مكتب تحقيق مثلا لمدة 8 ساعات، يوجه العمل لصالح نفسه، يوجه العمل لصالح نفسه، يفترض أنك تعمل لصالح من يعطيك الأجر، لكن تستغل الوقت لأبحاثك أنت الخاصة والأحاديث الخاصة بك، فتأتي بها على تقتطع من وقت العمل جزءا لصالحك. فهكذا بخس الناس أشياءهم صوره متعددة ومتنوعة، والله أعلم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. الكيل معروف والمكيال معروف، وكان الكيل على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمد والصاع، وأيضا بالوسق، والوسق 60 صاعا، ولعل عبد الرحمن يأتينا بالوسق والصاع. نعم، المد والصاع المكيل، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون الكيل من المتحضرين. أو انتظر الآن يا محمد. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثو أشد الفساد، أو العثو الإسراع بالفساد، العثو
الإسراع بالفساد، والعثو أشد الفساد كذلك.